وهو فين التنظيم ده؟ ده مجرد صالون ثقافي، مقهى ادبي مش اكتر. لا، دي مش طريقه مناقشه يا رفيق عاطف. يعني انت بتسمع كلامه؟ بهدوء ناقش الرفيق وتعرف على مدى فكره ومبادئه بهدوء. انا مش فاهم ايه اخر كتابه المنشورات وتوزيعها؟ مظاهرات؟ طب وبعدين؟ الاحتلال مش هيخرج الا بالقوه. على فكره بقى، دي فشيه في الافكار ونزاهه في التطبيق. احنا هدفنا اسمى واعلى من كده. بالكلام؟ اول الحرب كلام، التاريخ بيقول كده، وكلمه على كلمه تنفجر شراره. انت مثلا يا رفيق عايز بعد ما تتخرج تحضر الدكتوراه في شعر المتنبي. النظره الفلسفيه في شعر الطيب ده في حد ذاته شيء رائع. الفلسفه هي التعرف على اصل الاشياء. اللي يعرف التاريخ بيمشي قدما للمستقبل. انت مثلا يا عرام، انت مش اقل من دكتور ولا عالم في الكيمياء او الفلك او الذره. انت ثروه يا عرام. امسك باسلوبك البليغ الراقي المؤثر، اكتب وجهه نظرك وانا كفيل بنشرها لكل الناس في المجال. شوفوا يا جماعه، احنا نحدد الاول العناصر، الاهم فالمهم. يعني نتكلم عن شيء يبدو متواري الى حد ما، يعني مثلا عن جهد العامل في المصنع، عرق الفلاح عند الاقطاعي، ونبدا. هو ده الكلام. اكتب يا زعيم يا ملهم. عنقودي فرفط يمين ينجبني ونلمه، يكونش ظلم اللي خلى ايامي يظلمه. ضاع الحفيد السند وحلمي نطبح طر، والجاي راح للابد وقلبي نتشحطر. ويا شماتة اللي بكرا يزمه ويلمه. الله يخرب بيتك يا ميلاد، انت منصور. يا جدي الغلبان والطيب، ما هوش حامل الرميه السودا اللي هو مرميها دي. طب بلاش عشان خاطره، وبلاش عشان خاطري انا، عشان خاطر بنته يا جدي. طيب سيبيلي الموضوع ده وروحي انت دلوقتي. ربنا يخليك لي. يعني ايه يا بيه؟ ايه حكايه كام سنه دي؟ ما تاخذنيش يا معلم، هو سؤال كده وجه على بالي. لو السؤال صعب عليك ما تجاوبش. ولا صعب ولا حاجه. على كل حال انا داخل على 80. بسم الله ما شاء الله يا معلم. الصحه وافره وظهره على البدن قبل الوش. لا اله الا الله، القصد. كان ليا خالي يا معلم، خالي اخ امي. الله يكحمه بقى في نار جهنم. كان في سنك كده. وكان لسه برضه زيك مفتري وكبار. ما تاخذنيش يا معلم، بس والله فيك شبه كبير قوي منه. سيبك يا بيه من الموال ده. انا جاي دلوقتي عشان اخد الواد عرام يلحق امتحاناته. انا عايز اريح دماغي بقى. ودول بعد اذنك 5000 جنيه. 2000 لعرام و1000 لكل عيل من البقفات اللي معاه. عايز اخدهم وانا ماشي عشان اربيهم بطريقتي. هو سعادتك عارف عدنان بيه واللي معاه وصلوا لفين؟ عارف يا عرام، معاهم معاد بكره مع وزير الداخليه، بس انا بقى مش تابع وزاره الداخليه. ولو مش مصدق وعاوز تجرب، خد فلوسك واتكل على الله. انا مش جاي اخد فلوس يا بيه، حر ونار في جتتكم. انا جاي اخد العيال وامشي. بالنسبه لابنك انزل خده بنفسك، لكن منصور وميلاد فيه اوامر من اللي اعلى مني بعدم الافراج مهما كان. بالنسبه للوضع عاطف انا هفرج عنه شهامه من غير ولا مليم. ازاي بصراحه لسه ما اعرفش. خلاص اللي تشوفوه يا بيه، المهم دلوقتي انا عايز اشوف الوقت على الرام. بتبص لي كده ليه؟ انا ايه اللي جابك يا جدي؟ اللي اتضغطي حتة عيل زفت عفيدي، معرفتش اربيهم، جرجرني وراه في كل نصيبه.
فيزيو ده مالك؟ مش قبل ما اعرف الاول يا جدي. انت اللي بلغت الجزار صح؟ مش هقول لك حاجه. اما يبقى يجي لي مزاجي. انت يا جدي. انت. عرام الطحان يعمل كده. عرام الطحان يخون بلده ويفقد حفيده. نخرس يا كلب. يخون بلده؟ انت مين انت عشان تقول لي كده؟ انا عارف ازاي اخدم بلدي. بس انا ما عرفتش اربيك. وانت بالنوبه. اجي اربيك ومش لوحدك، معاك بقى فين؟ وبقى فين؟ لا بينفع معاهم جميل ولا بيثمر فيهم معروف. اسمع عارف، سيبك من اللي فات. انا هربيك وهجرب معاك سكه تانيه. خلاص يا جدي. انا عرفت طريقي ولقيت سكتي. بلا سكتك بلا نيله. هو انا جاي اخد قولك؟ على فكره قبل ما اخرج انا حاولت اخرجكم بس ما عرفتش. وده احسن لكم من حظكم. لانكم لو خرجتوا معايا كان ممكن اموتكم بايدي. انت لسه ما موتناش. كل الخير اللي انت عملته فينا ضيعته وضيعتنا معاه. الله يرحمك يا خالتي وليده، كانت خساره فيك. بس يلا ابو شعر مدلدل انت. جاتك نيله، خليك عايش كده. في حقد وفي غل ومحبوس بين اربع حيطان. نقي اتخن حيطه فيهم واخبط دماغ فيها. طول عمرك عايزني اقول لك اني بحبك. تفتكر انت تستاهل يا معلم؟ بطل يلا كلام النسوان ده. خليك قاعد زي الكلب كده. العساكر هيضربوك على قفاك بالصرمه القديمه. افتح عليك! يا نجيه! نجيه! ايه في حد بيجري وراك ولا ايه يا حسن؟ اه من اللي بيجري ورايا قاعد ومستنيني لحد ما اطلع. وهطلع له يا نجيه. هطلع له. تطلع لفين يا اخويا لمين؟ لابوك يا غاليه. بلا واكسه، مش كفايه خليت رقبتي قدامه وقدام اخواتي وقدام اخويا قد السمسمه؟ حرام عليك. اهو هيكسرها لك ويريحني منك. كسرها لي ليه بقى؟ انت عملت ايه يا حسن؟ كل ذنب اني بحب عيالي زياده عن اللزوم. يا سلام، يعني ابويا هو اللي بيكرههم؟ دول حفايده يا ابني، يعني روحوا فيهم. يا روح عليكي وعلى ابوكي يا اختي، يا روح عليكي وعلى ابوكي. انا مش عارف هو بيكره عيالي ليه؟ بيكرهنا انا وعيالي ليه؟ احنا ذنبنا ايه؟ واد تلفان وبايظ، تقول له يدخل الامتحان ما يدخلش الامتحان، يعني ايه يدخل الامتحان ويخرج منه بمزاجه؟ وبعدين في الاخر يبص لي انا ويبستفني ليه؟ يعني انت اللي عملته حسن كان شويه؟ ما الواد من ساعه ما دخل اللومان الله لا يرجعها ايام يا رب، وانت اللي رحت زورته ولا خليت العيال حتى يهوبوا ناحيته، وانا شبعت تريقه من كل اخواتي، والبنت المزغوده اللي اسمها اكرام دي ورمت جنابي، وكل ما اجي اكلمك تبرطمني وخلاص. لا بقول لك ايه، عندك لحد عيالي وستوب. يا سلام. اللي هيقرب من عيالي انا هقرقشه باسناني. ايه يا حسن يا فندي؟ الله. لا بقول لك ايه، ما تتفرديش عليا كده وتتمرقي عليا. الله، ايه الصوابع اللي طلعت لي فجاه في ايه يا حسن؟ بقول لك ايه، انا جاي. اذا كان ابوكي ولا اخوك عاوزين يفشوا غلهم في حد، انا موجود يجوا يفشوا غلهم فيا انا. انما حد يقرب من عيالي لا، انا وانت وهم وزمن طويل. طيب خلاص اتهدي بقى، اعمل لك قفله وانا هقوم اعمل الغدا للعيال. زمانهم ان شاء الله راجعين مقبولين الخاطر ان شاء الله. انت فكرك يعني ان انا هرجع من غير ما اطمن على عيالي؟ النعمه صحيح، يعني انت اطمنت؟ طب ما تقولي عملوا ايه؟ مبدئيا بسم الله والله اكبر على عينيكي. على عيني انا ماشي، بس قولي يا حسن والنبي عملوا ايه؟ حسان اصبح افوكاتو. والنبي؟ اما ابو سمره فقد حصل على درجة جيد جدا في الهندسة. اسم الله يا حبايبي، الحمد لله. زغرت لا ايه انا جاية ايه؟ انت هتفضحينا؟ بالراحة كده، داري على شمعتك في ايدي يا اخويا. يا شمعة ايه بس؟ خلينا نفتح، بلاش نكت، اوعى بقى. الكارثة، توقع ثورة عارمة من عرام الكبير على عرام الصغير لما آلت إليه حالته. يا رب لا تسئني في احد من ابنائي يا رب، واسقط بلواك وغضبك ونقمتك على نجية وحدها، ونجني انا وابنائي حتى افرح بهما في المستقبل القريب يا رب. الله يفيك الخير يا حسان. كويس انك جيت دلوقتي لاخوك عرام. ما كانش صح اللي انت عامله ده وبعدك عنه، بس هو تلاقي المخفي هو اللي كان ورا الحكايه دي. حاكم انت ابوك واطي. يا جدي ابويا مش مخفي، والله مالوش دعوه بالحكايه دي خالص. الا كان انت اللي كنت مطنش الواد وبعد عنه كده. يا
جدي انا جيت له اكتر من مره، هو اللي مش عايز يقابلني. اتغلست ودخلت جوه الشقه، طردني قدام نرجس ومصر ما يقابلش حد الا لما يخلصها. يخلص ايه؟ نرجس؟ لا، قصيده قاعد بيكتبها. بعدين جيت انا عارف ان الواد عرام ده جدع، جدع قوي، ومتاكد انه كان زعلان عشاني لما كنت انا في نفس المحنه دي. بس هو عمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ لعلمك بقى جدي، ابويا احسن من ابوه وانا احسن منه. وحضرتك يا جدي. حضرتي ايه بقى؟ هتقل ادبك؟ ظالم مش كده؟ قولها. انقطع لساني قبل ما اقولها يا جدي. انا قصدي ان حضرتك يعني حاسس بالذنب، اكمن اللي حصل لعرام ده كان بسبب حضرتك يعني. اوعى تجيب سيرة لحد على اللي انا عملته. الا المخفي سليم الجزار قال للواد عرام، وده هيفضل يحرب يحرب ورايا عشان يعرف ايه الموضوع. اه بقى الحكايه كده. حكايتي يا عبيط. انا بس قلت لنفسي انا لسه هرجع ادوخ واشوف المرار تاني اللي شفته زمان مع الواد حسان. وبعدين انت كان بختك حلو، صفوان كان لسه عايش وخلص لي الموضوع. طب ايه قولك؟ انا حلف لك يمين وانت مليكش عليا حلفان. طبعا حلفان ايه اللي هيكون ليك علي؟ انا خدت معايا فلوس كتير قوي علشان اطلع العيال دول بكفاله مع عرام، بس الزفت اللي اسمه الجزار مرضيش. ومع كده انا مصمم اخرجهم برضو رغم الاباحه اللي قالوها عليا. جدي دول ناس كدابين ومجانين تحتار في تفسير عقولهم. انا اعمل اللي عليا وبعد كده كل واحد يروح لحاله. طب بالمره بقى جدي يبقى حرج على الست اكرام والست نبيله يخفوا عليها شويه، لحسن هريني اسئله وتريقه، وبالذات الحلوه ام دم زي تفكر. اكرام يا عيني عليك يا اكرام، ما هو انت حمار. انت بس لو كنت ريحتني وحسستني انك عايزها انا كنت قطمت رقبتها وخليتها توافق على جوازك. يا جريت ورا الامباشا يا جدي. بطل يا ولا بقى، تملت زن كده جنيله. طب ما انت جريت ورا البيت بتاع المنصوره دي. على فكره البيت دي لعلمك جات لي ليله ما كنت رايح افرج عن الواد عرام، وبعدين اتحيلت عليا عشان عايزاني اتدخل وافرج عن قريبها ده. عاطف، انا قلت ان هي مش حكايه قرابه ابدا. هو مين قال ان في اصلا قرابه بينهم؟ ايه ده، حتى دي كمان عرفتها يا جدي؟ هي بنفسها اللي قالت لي وبعظمه لسانها. جدي البت دي، البت دي مالكش دعوه بيها. البت دي ما تستهلكش وما تستاهلش انها تضيعك مع جدك مع قريبك. البت دي انا شفتها يوم جات لي. هي البت دي بصراحه حلوه، هما بتوع المنصوره طول عمرهم كده، بت حلوه ولونه بصراحه. ربنا انا لولا ستك وجيده الله يرحمها لسه مكلبشه في قلبي كان ممكن يعني افكر. ايه يالا شكلك كده هتضحك في ايه؟ انت فاكر ايه يعني؟ اه انا كان ممكن يطلع في دماغي واتجوزها واشوف ايام بقى جاي حلو. يا جدي خلي الطبق مسطور. انت جرايه يالا هتقلي ادبك ولا ايه؟ اسمع بقى، سيبك من الموضوع ده دلوقتي. انا عايزك بقى تروح على الولع الرم وما تنزلش غير وايده في ايدك وانت مصالحه. يا جدي بس. بس ايه؟ شوف يالا كلمتين من كلام الافنديه المتزوقين دول وصالحوا بيهم. يا جدي مش هيفتح لي اصلا. انا لو منك انام له قدام الباب. امرك يا جدي. استنى يا ولا، انت ليك عندي حاجه. انت مش نجحت واخر سنه ومبروك، خد دول بقى شبرق بيهم نفسك. ايه ده؟ 100 جنيه يا جدي؟ طب طالع له بقى ولازم ابات قدام البيت. شوف ايه الواحد ما صدق شاف الفلوس. ايه البنت بتاع المنصوره دي؟ الواد ده حاجه من ثلاثه، يا غبي يا غبي يا غبي. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكون عامل إيه في الولا؟ يا ده العصر قرب يد. يا سمير يا ولا يا سمير! يا بابا ما أنا رحت لقيته طالع عند عرام. وهو من إمتى عرام يا أخويا بيقابل حد؟ أكيد أكيد جدك إداله على دماغه. يعني يا دماغي منك أنت ومن عمايلك. شوف الولية وعمايلها، ولا كأن حسن ده ابنها الغالي. يا راجل إهمد بقى. الله، من إمتى يعني أبويا هيضرب حد من العيال على دماغه؟ ها؟ من إمتى؟ ما كانش عملها يا أختي مع عرام.
عرام اللي دماغه زي الدهية، فما بالك بقى بحسان اللي دماغه رهيفة زي البصلايه وهفتان زي ابوه. طب يا ريت يكون عملها، على الاقل نهار ما يصالحه مش اقل من مبلغ محترم، مش 10 جنيه. أم الحق يا ولد، هات ال 10 جنيه اللي معاك هشيلها لك انا. تشيل ايه يا حاجة؟ دي هشتري بيها العود، ولا صدقت ان بابا هيجيب لي حاجة؟ يا ناس هتجننوني هتجننوني، الواد مجنون ومش عارف اعمل له حاجه، وانتوا قاعدين تتكلموا في كلام الفارغ ده. انا رايح اجيب العود، شكلك كده هيحصل لك اللي حصل لهتلر. بتفر من ارض المعركه يا جبان يا جبان. بقول لك يا ناجيه، قومي هاتي لي العصايه دلوقتي حالا، انا لها هروح لابوك يا ناجيه. ايه اللي انا شايفاه بعيني ده؟ انت جيتي عرام الطحاني يقعد مسنود بدماغه على عصايته كده؟ ايه يا كبير؟ ايه يا فتوة؟ نبيلة يا فوقتيني، عارفة سندة العصاية دي فكرتني بحكاية كان حكاية زمان الشيخ في الجامعة عن سيدنا سليمان الحكيم. كان الجن بيترعب منه، وجي في مرة وغفل كده وريح دماغه على العصاية، ووقفوا الجن حواليه محدش يستجري يقول كلمة، ومستنيين ومش فاهمين. هو سيدنا سليمان مقايل ولا راح في رحاب الله؟ المهم فضلوا كده لغايه ما جه النمل الابيض والسوس وقعد يقرض في العصايه لغايه العصايه ما وقعت. بعد ما وقعت سيدنا سليمان الحكيم ذات نفسه وقع من طوله، وانا حاسس ان انا كمان هقع. وحد الله يا جدي، انت مش لازم ابدا حد يشوفك وانت كده. لا اله الا الله. اصل انت نبيلة ما تعرفيش، ابويا وجدي ماتوا في السن اللي انا فيها دلوقتي دي، بس كل واحد منهم مات وهو مرتاح، مرتاح قوي، لانه كان سايب ورا راجل في توة. انما انا حظي وحش، الواد اللي جبته ملوش قيمه، والواد اللي انا اخترته وربيته على ايدي، الواد عرام الصغير، جدع وراجل، وحاسس انه صحيح ده هيبقى عرام الطحاني، بس برضو حاسس انه مش في طوعي. انا كان نفسي يبقى زي الخاتم في صباعي، زي الخاتم اللي كان في صباع سيدنا سليمان، خاتم له هيبة الجان والعفاريت والحيوان وكله كان بيعمل حسابه. انما انا حاسس دلوقتي ان انا حبرك بركة مش هومنها تاني. لا يا جدي ما تقولش كده، فين كلامك؟ فين انت؟ فين إيمانك؟ عرام الطحاني قدامه، مش اللي لسه هيكون ولا يرقد. مش أنت اللي قايل اللي بينه وبين ربنا عمار ما يخافش من أي حد؟ مش أنا اللي قايل دي، كانت كلمة أبويا وجدي من قبليها. لا يا جدي، ده دستور قانون ورثته انت عن ابوك وجدك، كلمة يعرفها كل من له عقل وقلب واعي، يقولها العيل الصغير للأصغر منه. كان حنين قوي وطيب عرام الطحاني.
ارفع عصايتك يا جدي، ارفعها لفوق للسما، وده اللي بينك وبينه عمار، وانا متاكده انه هيستجيب لك. متاكده فعلا ان ربنا لو انا دعيت له هيستجيب لي؟ عمري ما سمعت ولا شفت على حد انت ظلمته. يا عمري ما كنت ملاك ولا نبي، انا بني ادم. احلى بني ادم شافته عناي. وعرام ما تخافش عليه، هيرجع ومش هيتاخر. سيبني انا بقى اشتكي لك من البلوى اللي اسمه حسان، عشان ما بعتهولك سايح في دمه ولا بيموت ما تبقاش تزعل بقى. انت يا بنت مجنونه، بتزعقي فجاه ليه وتموتيه ايه؟ وبعدين انا لسه هزعل منك؟ ما انا زعلان منك من اساسه. يا سلام، زعلان ليه بقى؟ ما انت عارف معزتك في قلبي، ولا عايزني كل شويه اقعد اقول لك بحبك بحبك؟ لا لا لا، مش ده الكلام. انا عارف ان انت بتعزيني، بس بصراحه ربنا انت طول عمرك عايزه كسر رقبتك لمضه وغلبويه، والحق يتقال بصراحه انت جدعه. اما بتوعدي وعد بيبقى وعد رجاله. يوه يا جدي، ما بلاش حكايه رجاله دي، الواد حسان ماسكها لي البان في بقه. الواد حسان؟ طب يقولك بقى ان الواد حسان ده سيد الرجاله. ما بلاش التلميحات دي يا فتوه اللي ملهاش لازمه. وبعدين انا همشي، اصل زهقت منك خلاص. زهقت مني؟ اما البنت دي تفطس بالضحك صحيح، بس جميله وبنت طيبه وجدعه ونصحه. ربنا يعدلها لك بحق جهنم بقى نبيله. سبع جويش كفبوه تقولها تريقها صعيدي. طب ايه قولك بقى؟ ان انا كنت اشفط الشخطه في ابوها سنيبر ده، يقوم يفط وينط ويفر ويجري ويترمي تحت رجلين المعلم ويعيط، وانا كنت. قوم انت تشخط في المعلم. طب ايه رايك تقوم انت تعمل لنا كوبايتين شاي في ليلتك السودا اللي مش هتعدي دي، واللي اخرتها هتكون شلاليت وضرب على القفا ومرمطه؟ واوعى اوعى يا عوز تجرجرني للكلمه، كنت صغير قد كده اهو، ممكن تودينا ورا الشمس انا وانت. والله انت النهارده حديثك زين يا حسن افندي. ايوه، امال ايه؟ عيل من عيال اتخرج وبقى له قيمه وخد شهاده عاليه يا عويس، شهاده عاليه عاليه. طب ما تحدد له الراجل الكبير اللي حداك في الشغل. مين؟ سيد بيه ابو المعاطي؟ لا يا عويس، الراجل ده كده بقيت بقلق منه، مش مرتاح له كده. تخيل بزناخة مخه، متخيل ان انا ليه علاقة بجستابو؟ ويطلع مين الراجل ده؟ الجستابو مش راجل يا عويس، الجستابو دول شوية ألمان مقاطيع ضحكوا على الراجل ودخلوه الحرب وسابوه يغرق، وانا بقى مش حسيب حسان ابني يغرق. وبعدين حسان حبيب جده، وجده حبيب حسان، جده هيكلم له عتنان بيه يشوف له وظيفة محترمة في مكان محترم في هيئة محترمة. لما تعرف يا عويس، أنا كان نفسي الواد حسان ده يشتغل معايا في المصلحة عندي، بس خوفي كله إنه كان يجي المصلحة ويشوفني قاعد ورا مكتبي كده وحيد غلبان من غير تليفون بقرص. هو لسه التليفون ده ما جالكش يا حسن أفندي؟ الريح عاتية يا عويس، الريح عاتية، والقائد الصح لازم يتخذ القرار المصيري في الوقت الصح، وإلا هيتزنق زنقة هتلر في برلين. طب ما تجاوز يا حسن أفندي. مين؟ هتلر؟ لا، هتلر مين؟ حسن أفندي. إيدي على كتفك يا عويس، المعلم نفسه مش مخلي على جهده جهد، لكن الوقت شكله كده مش ناوي. الظاهر البنت بتاعت المنصورة نشات وعين سدت نفسه عن الجواز. طيب ما قدامه الست نبيلة وهي متعلمة كيفه. انت بتقول فيها يا عويس؟ ياما اتحايلت عليه انا وامه وجده، لكن هو اللي فقر زي امه. الله يطمن قلبك يا حسن افندي. اتفضل احلى كوباية شاي يا امير. قبل الشاي يا عويس، قولي انت ليه كسرت باب الشيخ عطية؟ انت لساك واعي
ده حصل من زمن، انا حتى نسيت كسرته ليه، واشتريت له قفل وعلقته له على الباب. طب قول لي يا عويس، هو شكل الراجل ده راجع تاني ولا استحلى القعده خلاص عند بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا هيعاود، انا قلبي حاسس بكده. كمان في سرك، اصل من اسبوع فات نجيه فتحت شباك المنور، لقت شباك المنور بتاع الشيخ عطيه مفتوح. جيت انا من الشغل قالت لي، فتحت انا شباك المنور وابص لقيت شباك منور الشيخ عطيه مقفول. ايه قولك بقى يا راجل؟ دي تهيؤات، اذا كان وهو موجود ما كانش بيفتحه عشان حكاية البسة السوداء. كانت بسة زي كل المسابيس. نقول لك ايه يا حسن افندي، اعمل معروف غير الموضوع ده، انا قاعد هنا وحدي والباب جنب الباب. طب بقول لك ايه، ايه خد الشاي ده كده وتعالى وصلني، اصل لمبة السلم محروقة. طيب حسن افندي، انا نطلع نوصلك بس بشرط انت ترجعني تاني لحد هنا. ماشي ما تخافش. الحمد لله النور نورها، اطلع يلا شقتك وحدك. ما هو الخوف يا عويس انه نور. ايه كيف يعني؟ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب بقول لك يا حسن افندي، اطلع قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في سرك لحد ما توصل باب الشقه. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا حسن افندي، بسم الله عليك، بسم النبي حارسك وصاينك. كل كلمة قالها دطور والمكوجي عبده وجرجر وعم برعة في الفرن قعد علي حسن افندي بالكلمة. حلوة قوي، الظروف خدمانة يا واد. وانت بدك ايه من ده كله؟ انت متأكد ان مراته ماتت نفس موتة امها؟ ها متوكد، قالولي وجعان في الدوران بتاع الدم اللي جواها. حلوة قوي. ويه اللي زين قوي زين قوي، بقالك كتير لا بدهنه، هنبتدوا ميته. الواد خلاص خلص مدرسة، تخلص روحه. ايه خايف على البيت يا الصعيدي؟ مش ده كان اتفاقنا؟ واللي خلق عويس في احسن صورة لحجوزها لك، بس انت مش لازم تستعجلني وإلا كلنا هنروح في الكليتش. الراجل على ما أسمع يعني هبشته والقاب يا وجع طين عاد، ما هذا اللي موجع قلبي. لا اطمن، أنا عايزك تطمن خالص، أنا راجع بخبرة سنين طويلة، عمر بحاله بين أربع حيطان، وشفت الدجل اللي على أصوله واتعلمته من اساتذته، ولان الراجل ده مش سهل لازم تدخله من اصعب طريق. انا عايزك تركز على الواد الصغير. المعلم عرام افندي؟ لا كل الا المعلم عرام افندي، ده انا ما شفتش منه غير كل طيب. ده انت اللي طيب، احنا هنبتديها بالهبل ولا ايه؟ ركز على الواد الصغير. سبحان الله، ربنا هو الهادي. صحيح الولد طلع معايا من الجامع بعد صلاة الفجر على الوكالة دغري، وقف قدام العمال زي الوحش بيباشر الشغل بنفسه. انا حسيت انه اهون عليه يقلع جلابيته ويعتق في البضاعة معاهم او يعمل اي حاجة. انا في الاخر استغربت انه بيعمل الشغل ده كله. طب وما اتكلمش معاك في حاجة خالص يا جدي؟ خالص ما بيتكلمش غير في الشغل وبس، بيدي اوامر وبس. وبعدين طلع على السوق مع خليفه، راح يباشر بقى البيع والشراء ويشوف الوكاله التانيه وكده، ورجع لي الواد خليفه طاير بالفرح بيه.
ده حتى وانا راجع على البيت قال لي لازم افضل مع العمال لاخر النهار اشوف بيعملوا ايه. عرام يعمل كده؟ عجيبه. هي ايه دي اللي عجيبه؟ انا اساسا ما كانش عاجبني الدكتور اللي جايبه الافندي ده. لا اسم الله، الدكتور اللي كنت حضرتك حتجيبيه كان هيعمل اللي ما يعمل. عيب، اسكت احسن لك. مش عارف انا ما بتفهمش في حاجه وبتتكلم، بتتكلمي ليه؟ سيبنا لك انت الفهم يا ابن حسن افندي انور اللي بيفهم قوي. وماله بقى حسن افندي انور يا بنت سنيبر؟ سنيبر؟ انت بتعيرني؟ طب والله نضربك. بنت احترمي نفسك وبطلي قله ادب. عيب عيب؟ هو انت تعرف العيب؟ اعقل شويه بقى. ليه بقى؟ شايفاني بشد في شعري ومجنون؟ مجنون واحد، ده انت شله مجانين. بت ما تشاوريش بصباعك، ده لكسرهولك، انت فاهمه؟ لا دي مكتوبه لك الليله دي على ايدي بقى. بت بقى والله حق. يا رايت دول الاثنين، ابن حسن بوز الفقر وبنت سنوبر. هو في ايه؟ انت جايبني هنا ليه؟ ما ترد يا وحيد بيه. وليه وحيد بيه يا منصور؟ هتجمد كده وترجع لسفالتك ولا خلاص؟ ايدكم بقت فاضيه بعد ما الراجل خد حفيده واتخلى عنكم. انا السبب، انا السبب، انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل. خير، كل خير يا رفيق. دي اكيد مؤامره قذره. ودي الميزان سيئاتي والحساب آتي، ويا ريت بحسناتي تتظبط حساباتي، ويكون في عوني ده لو عندي خزان ملعون، ما ينفعوني لو اني عاصي او ملعون، ولا شيء سوى عفو ربي خف عذاباتي. قبض عليهم، قبض عليهم متوسين. الصبر، الصبر يا جدي، بس هو لازم يرجع ياخد الدواء والدكتور يباشره تاني. دواء تاني؟ وهيفضل ياخد الدواء طول عمره ولا ايه؟ يا جدي ما الدكتور قال قدام حضرتك دي مرحلة. ايوه بس الواد ده غلبان، ده بيفضل يهاتي ويبعبع بالساعات كده من غير ما يتعب. والأكاد ان الكلام اللي بيقوله بيلخبطني. ساعات انا بحس انه بيقول كلام وزنة وان عقله منور كده وحلو، وساعات بيتهيألي انه بيقول كلام مجانين. طب انت فندي اهو وزيه وبتاع قرايه وكتابه، الكلام اللي بيقوله ده ايه؟ هي وجهه نظر. نظر ايه؟ ايوه بس هو مزودها حبتين، حتى انا كنت لسه قاعد معاه وفضل يدش ويتفلسف سبته وجيت لك. حرام عليك يا راجل، سبته ليه؟ ده قريبك وصاحبك، اما يبعبع معاك بكلمتين ويفك على نفسه احسن ما يقوله مع حد غريب. لو بيقول الكلام دول للعمال في الوكالة؟ صراحة ربنا لا، في الوكالة تحس انه ماسك نفسه معلم من ظهر معلم صحيح. رجاله في صنف الشخصية يا جدي. ايه؟ لا اله الا الله، اتهفف نفوقه يعني. سبحانك سبحانك. طب ايه بيجيلي فجأة كده وقعد يقول لي مستقلة ومستقلة، مش عارف مين اللي مستقله. خلاص يا جدي، هو كلها شهر ونص ويرجع الجامعة تاني. ايه ده؟ لو انت موافق على كده؟ لا يا جدي لا، كله لا كده حرام عليك، لازم يكمل تعليمه ويوصل اللي يتمناه، وبعدين بقى كويس في الجزء اللي يرضيك. خلاص خلاص يعني ايه؟ طب والدواء اللي مبقاش ياخده غير الغصبانيه ده؟ اهو الدكتور جاي بكره يا جدي، ولازم هو ياخد الدواء عن اقتناع، لان الاقتناع ده يا جدي بخرب بيتك يا عرام. ده انا بقيت اتكلم زيه. شفت يا جدي؟ ايه ايه اقتناع ونيله وانا ناقصك انت كمان ده كلام؟ شكلك كده يا جدي سعرام الحيله اخدك عننا كالعاده. ده الكلام يا ولد، انت حبيبي. هو بس راجل عدنان بيه ده يرجع من الحته اللي بيتفسح فيها وانا هاخدك من ايدك عينك في الحته اللي انت عايزها. يا سلام، ربنا يخليك لينا يا جدي. ولا ما تاكلنيش في دوكا وعشرة بلدي. بقول لك ايه، انت مش ناوي تتجوز ولا ايه؟ ما هو دلوقتي علام علمناك، عايز وظيفة نجيب لك 100 وظيفة، عايز وكالة تقعد فيها نديك أي وكالة تعجبك، نعملك واحدة جديدة أنا جاهز. بس المهم لازم تشاور الأول. جواز إيه بس يا جدي؟ يا سلام، مالك أنا بتديني ظهرك وتقولها بحرقة أوي كده؟ يا جدي ما أنت عارف كل حاجة، مش أنت بتحس بيا من قبل بتكلم ولا هو كلام وخلاص؟ لا لا يعني هو اللي خلق إكرام والبنت التانية اللي ما تتسماش دي ما خلقش غيرهم. خلاص يا جدي، يبقى دور بقى كويس بدل ما تصدر في واحدة زي نرجس دي وتلاقيني قاعد جنبك ماسك ورق ونازل أشعار زي احترم نفسك. هلا اوعى تتريق ولا تتوز على الواد.
حرام عليك، وبعدين ربنا يصيبك بنفس الداء. ما هي الحاجات دي عاملة زي الشوطة، أما بتيجي في حد ممكن تعم مع الكل. هلا صحيح يا جدي، هو اللي فيه عرام دوت وراسة عن طحاني الكبير؟ ولا ولا إيه اللي بتقوله ده؟ مين قال الكلام الفارغ ده؟ أنت رد، أبوك ولا أمك اتكلم. في إيه يا جدي؟ طيب طيب بجد عملها معاكم بالجامد بقى. بتضحك يا منفوس يا ابن المنفوس، ما كله منك يا ولا انت. من يوم ما عرفتك انا جايه وشفت وانا بضرب ضرب. احب احضر لكم العشاء ولا حلو قوي اللي كلتوه؟ بس يا ولد بس يا ولد، ما كله من ابوك طولة لسان. لا بقول لك انا جايه. ليه؟ تسيب ابوه في حاله ولا تحب اخد الخرزانه من جوه واروح اضربه ضرب لما اعدمه العافيه؟ يا جنابي يعني الهي يا حسان يا ابن مطني، ما توعك يا رب ما توعك. ابوس ايدك ابوس ايدك انا جايه، بلاش تدعي على حد من العيال، ادعي عليا انا. ادعي لي ادعي لي احسن، لو عرف اللي انا قلته لعويس هيخرطني للوز. مالكش حق يا قرقر تسيب بنتك تروح اللومان لوحديها تزور امها، كان لازم تروح معاها يا راجل. اروح اروح فين يا عبدو؟ اروح فين؟ الوليه لما بتشوفني كان عفاريت الارض كلها بتتنطط في وشها. ليلة مؤاخذة، انت كان ذنبك ايه وانت اللي رميتها في السجن؟ قال ايه بتلومني عشان طلقتها؟ وهو انت طلقتها بمزاجك يا قرقر؟ مش هي اللي في الاول سمعت كلام الواد اللي ما يتسماش حرنقش، وفي الاخر لما اتهموها بقتل جوزها راحت في 60 داهية. اقول كده لبنتي بدارها تهب في وشي. اي زمانها راجعه زي عوايدها والغتاته ماليه وشها. يابا يابا يابا، ما هي معذوره، ما هي برضه امها، والله ما عرفت تربي عمار. ليه وحط همك في المكوه تخين احسن اسخن لك نفوخك. لا 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 لا، مش قوي كده يا عبدو، انت شايفنا يعني بنترزق فيك. الواد مدهول يا قرقر ومش حمل بنتك، والبنت طالع شاربه من امها لما قالت يا كفا، ودلوقتي زي ما انت عارف هو عكازي وعناية قرقر. خلاص خلاص يا اعور، خلصنا. اعور الله يقطع ايد اللي عملها. الله 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 الله، جري يا عبد اعور، ما تلم نفسك بدل ما اكمل لك على التانية. شوف الواد بجح زي اهله ازاي. طب والله العظيم اللي عملها معاك بجد. سمير في ايه يا سمير؟ بينا وما هيش سر كبير ولا كلمتين راحة وتصبير، بينا وما هيش سر كبير ولا كلمتين راحة وتصبير. ما تخافش لا كبير ولا زعبير، ما تخافش لا كبير ولا زعبير، وع الهوى على الله التدابير وهي باينة. وإن كان كبيرك صبي إبليس وغاوي تدليس وتمحليس، إن كان كبيرك صبي إبليس وغاوي تدليس وتمحليس، ربك رحيم وعليم وخبير وأكبر كتير من أي كبير وهي بينا. احلم وعيش بالحق وسير على الصراط وده أمر عسير، لكن نسير ويبقى يسير وكل حلم وله تفسير.